الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بيكم. هنحضر مع بعض كورس حوالين اصفار موسى وشخصيه موسى، او زي ما مكتوب قدام حضراتكم كده شخصيه موسى من خلال اصفاره. ليه قلنا شخصيه موسى من خلال اصفاره؟ لان شخصيه موسى نقدر ندرسها من خلال اربع اصفار اللي هم خروج، لويين، عدد، تثنية. هتقولي طب فين التكوين؟ ايوه، سفر التكوين كتبه موسى بس ما فيهوش حكاية موسى. احنا موضوعنا هو شخصية موسى، فشخصية موسى تبدأ من سفر الخروج ثم لويين ثم العدد ثم التثنية. هناخد رحلة مع شخصية موسى من خلال اصفاره، وناخد دراسة كده عميقة ومتأملة. يا ترى الشخص العظيم ده اللي بتسميه الكنيسة رئيس الأنبياء، مش نقول كده بشفاعات موسى رئيس الأنبياء، يا رب انعم لنا بغفران خطايانا، بنسميه رئيس الأنبياء، واحد من نبيين صاموا 40 يوم، واحد من نبيين ظهروا على جبل التجلي مع السيد المسيح، أخذ الوصايا العشر، كتب أول 5 أصفار اللي بنسميهم لحد النهاردة التوراة. انتوا عارفين ان التوراة هي أصفار موسى الخمسة. التوراة مش العهد القديم، التوراة أول 5 أصفار في العهد القديم اللي هما تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية، دول اسمهم التوراة. بعد كده بتيجي أصفار تاريخية، ثم أصفار شعرية أو حكمية، ثم أصفار نبوية. الخمسة الأولانيين دول هما دول اللي كتبهم موسى. يا ترى موسى كتب أصفار تانية؟ موسى كتب مزمور رقم 90، دي حاجة كده في النص يعني مستوى رفيع. موسى كتب مزمور رقم 90، كتب حاجة تانية موسى؟ سفر أيوب يقال إن على الأقل مقدمته كتبها موسى، بس يمكن يكون السفر كله. فسفر أيوب يعتبر ممكن نعتبره من كتابات موسى النبي عند بعض الآباء. يبقى المزمور 90 وسفر موسى دي حتة مستوى رفيع كده، انسوها. الأساسي، الخمسة الأساسيين تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية، دي أصفار التوراة التي لموسى النبي. ناس مثلا زي السامريين ما بيؤمنوش في العهد القديم غير بالخمس أصفار دول. السامريين اللي كانت منهم المرأة السامرية اللي موجود منهم لحد دلوقتي، السامريين دول وليهم سايت، هم حوالي 450 واحد ليهم سايت، تفتح جوجل تلاقيه، وليهم احتفالاتهم، وعلى نفس الجبل اللي قابل عنده السيد المسيح المرأة السامرية بيعملوا الاحتفالات بتاعتهم في مواسم معينة، ولا يعترفون إلا بأصفار موسى الخمس. طب بقيت أصفار العهد القديم؟ لا، كتبها أنبياء غير موسى طبعا، موسى نعتبره رئيس الأنبياء وهم بقيت الأنبياء. العهد القديم نقدر نقسمه 4 أجزاء، أصفار التوراة على رأس القائمة، ثم الأصفار التاريخية. يعني إيه التاريخية؟ اللي بتحكي تاريخ طبعا موحى بها من روح القدس ونستفيد منها، لكن بتحكي تاريخ زي يشوع والقضاة وأخبار الأيام والملوك وصموئيل. وأخذنا أصفار من دول علشان نفهم أيام السبي والحتة الصعبة دي الأصفار التاريخية. تخلص الأصفار التاريخية نخش على حاجة اسمها الأصفار الحكم أو الشعر، اللي هم المزامير والأمثال ونشيد الأنشاد والجامعة، اتكتبوا بالشعر وبيوصلوا حكم. نخلص الكاتيجوري الثالث ده نخش على الكاتيجوري الرابع اللي هو أصفار الأنبياء، 4 أنبياء كبار و12 نبي صغيرين. تاني، يبقى لو قلنا العهد القديم بيتقسم إيه؟ بيتقسم 4 مجاميع. المجموعة الأولانية اسمها التوراة، بعد كده الأصفار التاريخية، بعد كده الحكمية أو الشعرية، بعد كده النبوية. إيه رأيكم إن العهد الجديد راخر متقسم نفس التقسيمة؟ في مقابل التوراة تيجي الأناجيل الأربعة، في مقابل الأصفار التاريخية يجي أعمال الرسل، في مقابل الأصفار الحكم والشعر تيجي الرسائل، وفي مقابل الأصفار النبوية يجي سفر الرؤيا، النبي السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد. يبقى العهد القديم زيه زي العهد الجديد متقسم 4 كاتيجوريز. كاتيجوري التوراة من الناحية التانية الإنجيل وهو على رأس القائمة.
ثم الأصفار التاريخية يجي مقابلها أعمال الرسل، ثم الأصفار الشعرية أو الحكمية يجي مقابلها الرسائل، ثم الأصفار النبوية ويجي مقابلها في العهد الجديد سفر رؤوي واحد هو سفر الرؤيا. ومن هنا نلاقي اليهود يدوا تبجيل أعظم ومكانة أكبر لأصفار التوراة التي لموسى النبي، لأنها أول الأصفار، لأن كتبها موسى، لأن هي بداية عهد ربنا مع شعبه، فليها قدسية خاصة. تقولي قدسية خاصة يعني بقية العهد القديم بالنسبة لليهود ملهوش قدسية؟ لا، ليه قدسية طبعا، وكل الأصفار وكل الكتاب هو موحى به من الله، لكن أصفار التوراة ليها مكانة خاصة. على فكرة احنا عندنا كده برضو في الكنيسة، الأناجيل وكل العهد الجديد موحى به من الله، بس الأناجيل ليها طابع خاص بأمارة ان احنا في القداس ممكن في البولس نريح، ممكن في الإبراكسيس أبونا خلص الدورة نقعد، لكن الإنجيل ينفع حد يقعد فيه؟ هل معنى كده أن الرسائل مش موحى بها من الله؟ لا، موحى بها طبعا، بس الكنيسة عايزة تفكرنا الأربع أناجيل في المقام الأول، زي ما عند اليهود كان نفس التعامل بالنسبة للتوراة. بقى التوراة بالنسبة لهم دي ليها مقام، ليها حاجة عالية قوي، أصفار التوراة التي لموسى النبي. إحنا اللي هنعمله في أول محاضرة أن علشان نفهم شخصية موسى لازم كالعادة بنعمل كده، بناخد مقدمة تاريخية وجغرافية، جغرافيا وتاريخ. بصوا معايا، دي خريطة أحداث سفر الخروج واللويين والعدد والتثنية، الأربع أصفار إياهم دي مكان أحداثها، ولو عايز تضيف كمان سفر التكوين برضو ده مكان أحداثه. بس الخريطة دي عشان هتتكرر لنا كتير عايزين نحفظ المعالم الرئيسية، ايه حصة جغرافيا شوية معلش احتملوها، بس هتفيد جدا لما نيجي في الأحداث، لأن اللي منكم من حضراتكم عارف شوية تفاصيل هيلاقي بقى موسى اتحرك من بلد الفلانية راح البلد الفلانية وانتوه بقى في حتت كده في الكتاب المقدس، اللي ما عندكش خلفية تاريخية أو جغرافية توه، زي السبي، الأنبياء جم إمتى والملوك إمتى ومين كان فوق، والمملكة الشمالية مملكة الجنوبية، تنفسك من إيه تقوم يعني السفر ما ياخدش حقه معاك لأنك بتتوه. نفس الكلام سفر الخروج وسفر العدد، لو ما احناش عارفين شوية جغرافيا وتاريخ بسيط هنتوه. فتعالوا ناخد مقدمة. اللي فوق ده البحر المتوسط، ده فرع النيل اهو، وده البحر الأحمر، وفوق ده ايه مفروض هنا فلسطين وجنبيها الأردن، واللي جاي من فوق ده نهر الأردن بيصب في البحر الميت، اتجاه نهر الأردن من فوق لتحت بيصب في البحر الميت. شعب بني إسرائيل هتلاقي عايش عند نهر النيل في الحتة دي، الأرض دي كانت اسمها زمان أرض جاسان اللي هي الشرقية، شايفين مطرح ما مكتوب كلمة نهر النيل دي الشرقية دلوقتي، المكان ده كان زمان اسمه أرض جاسان، وبما أنه شرق النيل وإحنا عايزين نروح فلسطين فوق في الخروج هنلازم نعدي بسينا. جوه سينا بقى تحصل كل أحداث سفر الخروج، لويين، عدد، لغاية ما نوصل للتثنية. بس الخريطة دي بقى غير إن فيها الملامح الأساسية، البحر المتوسط فوق، نهر النيل هنا، البحر الأحمر هنا، البحر ميت، نهر الأردن هنا، زي ما تكون أربع أماكن فيها مية. لو حفظتوا المنظر ده هيسهل لكم قوي حاجات جوه الكتاب المقدس. فوق في البحر المتوسط النيل اهو، البحر الأحمر اهو، نهر النيل، نهر الأردن اهو، بيصب في البحر الميت. طب في شوية كلمات تانية برضو، شوية أمم وممالك هيقابلها شعب بني إسرائيل أثناء رحلته، نعرف مين هم الممالك والأمم دي. نوح اللي هو العاشر من آدم، آدم لغاية نوح 10 أشخاص. نوح العاشر من آدم جاب مين؟ جاب سام وحام ويافس. احنا يهمنا سام لأن هو اللي عاش في المنطقة دي، يافس طلع في أوروبا وحام راح على أفريقيا، فضل مين اللي في آسيا؟ سام. سام جاب العيال دول من نسله، مش مجدد على طول لكن من نسله، جاب كنعان، واحد اسمه كنعان وهو اللي عاش في المنطقة بتاعت فلسطين دي عشان تعرفوا الأسماء جاية منين، وجاب واحد تاني اسمه أرام اللي هيبقوا الناس الأراميين. ومين هم الأراميين؟ السوريين، السريان لحد دلوقتي، تتكلم أرامي أو تتكلم سرياني يبقى أنت من سوريا. وجاب إبراهيم، إبراهيم
اتجوز ثلاث أشخاص، جاب منهم ثلاث عائلات. الشخصية الأولى اتجوز سارة طبعا، وجابت يعقوب إسرائيل وسلسلة شعب بني إسرائيل بعد كده. إبراهيم كمان اتجوز هاجر وجاب منها إسماعيل، وبقوا مجموعة الإسماعيليين بعد كده. ذكر فين الإسماعيليين دول؟ فاكرين يوسف؟ مجموعة الإسماعيليين دول اللي باعوه. واتجوز واحدة اسمها قطورة، جاب منها مديان، فبقى في شعب ثالث دلوقتي اسمه المديانيين. يبقى من إبراهيم خرج ثلاث أشخاص، الإسماعيليين، المديانيين، وشعب بني إسرائيل. على فكرة اللي منكم مذاكر يوسف هيلاقي ساعة ما يوسف كان في البير اتقابلوا الثلاث عائلات دول مع بعض. المديانيين طلعوا يوسف من البير، باعوا للإسماعيليين، ويوسف يعتبر من بني إسرائيل أو من ولاد يعقوب. فتقابلوا الثلاث عائلات في نفس اللحظة دي، دي المرة الوحيدة. يوسف من بني إسرائيل، ما هو إسرائيل يعني يعقوب، ويوسف ده ابن يعقوب، يبقى يوسف يعتبر من بني إسرائيل، طلع من الجب اللي طلعوا دول المديانيين، اشتروه منه الإسماعيليين. يبقى كده الثلاث عائلات اتقابلوا، والثلاث عائلات دول هم أولاد مين؟ إبراهيم. على نفس الخط كده أيام إبراهيم كان عايش لوط. لوط للأسف ضعف وغلط مع بناته لما سكر وتعرى وغيره، وغلط مع بناته، كانت غلطة بشعة كده. جاب لنا شعبين فضلوا تعبين اليهود طول عمرهم، وهيتعبوهم جدا في سفر الخروج والعدد زي ما هنشوف. مين الشعبين دول؟ احفظوا، دول ولاد لوط. تسمعوا عن المؤابيين والعمونيين. هو جاب عيلين، واحد اسمه مؤاب واحد اسمه عمون، وروا الشعب بني اسرائيل الويل بعد كده، عشان برضو تعرفوا انجاز التعبير الطار جاي منين. بس هو مش طار يعني، بس انتوا ولاد ابراهيم بقى اللي اخترتوا هنا وربنا بيحبكم، واحنا بقى ولاد لوط اللي رفضوا ومشينا فيها حته كده يعني، فيها حته كده. فولاد لوط مؤاب وعمون، والناحية التانية ولاد إبراهيم، بني إسرائيل، مديان، إسماعيلين. آخر حاجة في شعبين فضلين. إبراهيم جاب إسحاق، وإسحاق جاب يعقوب. يعقوب ده شعب بني إسرائيل. في المقابل عيسو، فاكرين الحتة بتاعت البكورية، وباع البكورية وغضب من أبوه وقال له أنا مش قاعد لك، وراح رايح وتعرف ببنات تانية وثنيات واتجوزها وجاب جيش. الجيش اللي جابه دول شعبين تانيين، شعب اسمه الأدوميين وشعب العماليق. مش عيسو ده كان جامد كده ويعقوب يعني كان ضعيف؟ عيسو الجامد ده بقى من خلفته الطويلة جاب ناس عمالقة. عمالقة مش يعني حاجة في زي الأساطير، لا، عمالقة يعني 2 متر 2 متر، وي بس كلهم كانوا أجسام يعني. في كتير كده، في شعوب كده تلاقيت كلهم أجسامهم طويلة. فأولاد عيسو جابوا العماليق وجابوا أدوم. ليه بقول الكلام الصعب دوة؟ علشان لو الصورة دي، صدقوني الورقة دي بس حطوها جوه الإنجيل كده، علشان مجرد ما تلاقوا الشعب ده تعرفوا احنا فين ومين. الصورة اللي جاية أو يمكن اللي بعد جاية هوريكوا كل عيلة من دول سكنوا فين، عشان هتتوقعوا طالما الشعب بني إسرائيل وصل للحتة الفلانية دي يبقى أكيد قابل الأدوميين، لو مشي هنا يبقى أكيد قابل العمونيين، وهكذا. يبقى يهمني قوي ان كنعان وارام من ولاد سام، ابراهيم برضو من عيله سام. ابراهيم جاب ثلاث عائلات مشهوره، دي مش هتنسوها انتوا، دي بني اسرائيل والاسماعيليين مش هتنسوهم، اللي هتنسوهم مديان، لان مديان ده مش هيجي على بالكم ان ابراهيم اتجوز قطوره وقطوره جابت مديان، لكن هتفتكروا بني اسرائيل وهتفتكروا الاسماعيليين بسهوله. زود عليهم مديان بقى عشان خاطر. نروح على لوط. لوط اللي غلط مع بناته جاب عيلين عملوا لنا ازمه، مؤاب وعمون بحرف الميم، ما عرفش اشمعنى المئة اي حاجة يعني. عمون ومؤاب دول الشعبين اللي فيهم اللي جم من لوط. ادوم رخر بالميم وعمل، لا بلاش موضوع الميم ده. عيسو بقى اللي كان اخو يعقوب لما هرب وبعد عن ابوه اتجوز من بنات الناس وجاب ادوم وعمل. تفتكروها ازاي برضو؟ اقول لكم تفتكروها ازاي. عيسو يقول لك كان شعره احمر، مش كده؟ فاكرين الحته دي في سفر التكوين؟ كان شعره احمر وعنيف. كلمه ادوم هي معناها احمر، عشان كده ادم
اتاخد من طين الارض الاحمر. عارفين الطين لما يبقى جنب الميه يبقى واخد لون نبيتي كده. فلان ادم جبل من طين الارض اتسمى ادم يعني احمر. ادوم دول ولاد عيسو الاحمر. فاهمين الفكره؟ ده مش تشبيه، هي كده فعلا. يبقى تفتكروا ان ادوم ده عيسو، دول ولاد عيسو ادوم دول. والتانيين مين؟ عماليق. ليه؟ عيسو كان بتاع حرب، يبقى اولاده عماليق. نشوف السلايد اللي وراها. نفس الاربع اماكن اللي فيهم ميه اللي حواليهم الاحداث: البحر المتوسط، نهر النيل، البحر الاحمر، نهر الاردن، والبحر الميت. ما بينهم هتدور الاحداث. سفر التكوين بيحكي خروج شعب بني اسرائيل اللي هم يعقوب. بني اسرائيل يعني اولاد يعقوب. من اول ما ادم اتخلق لغايه يعقوب يعتبروا القصه بتدور في منطقه فلسطين على العراق الحته دي. سفر التكوين بيحكي تحركهم من فوق هنا ونزولهم في ارض مصر على ايد مين؟ قصه يوسف. سفر التكوين بيحكي قصه ايه؟ خمس اشخاص يا جماعه كبار: ادم، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، يوسف. ويقفل سفر التكوين عند يوسف. الخمسه دول اللي انتهوا بيوسف كانوا عايشين فوق، ويوسف جاب اخواته وابوه وعاشوا هناك في مصر. يبقى سفر التكوين الخط الاحمر اللي نازل ده. عاشوا فين في مصر؟ عاشوا في ارض جسان اللي هي الشرقيه دلوقتي. وهناك لحد دلوقتي في اثار للمدينتين اللي هما كانوا عايشين فيهم، في ثوم ورعمسيس. لحد النهارده موجود بقايا الاماكن دي، وهبقى اوريها لحضراتكم. موجوده فين؟ موجوده في الشرقيه. جه راجل امريكاني من بره كده قعد 7 سنين يدرس لحد ما لقاهم، عشان يشوف هل فعلا هنا كان في بلاد قديمه ترجع ل 1500 سنه قبل الميلاد ولا لا. الحته دي في الشرقيه. سفر الخروج بقى بيحكي ايه؟ خلوا بالكم من اللي جاي ده، هو المهم بقى عشان هنا موسى. تحرك شعب بني اسرائيل من ارض جسان وعبورهم البحر الاحمر زي ما انتم شايفين كده، ثم دخولهم ارض سينا. لغايه فين؟ لغايه حته اسمها جبل حوريب. جبل حوريب اللي هو اسمه جبل حوريب او جبل المقدس او جبل موسى، كلهم حاجه اللي استلم عنده لو حي الشريعه. ويخلص سفر الخروج على هنا. ايه ده بس لسه فيه؟ ده لسه موسى هينزل من على الجبل ويلاقيهم عملوا العجل، وبعدين يكسر اللوحين، وبعدين لسه مش عارف كورح هيمسك مبخره ويبخر فتنشق الارض وتبلع، وفي حيه النحاسيه. قصص. طب دي فين دي؟ دي مش سفر الخروج. سفر الخروج واقف هنا. كل ما هو بعد الحدث ده، وهي احداث كتيره قوي، موجوده في سفر العدد. سفر العدد بقى بيحكي من اول جبل حوريب لغايه ما نطلع فوق عند حدود نهر الاردن، لان هناك هيموت موسى. ومين اللي هيقود الشعب بعد كده؟ يشوع. وهيقوم معدي الشعب من هنا لجوه فلسطين عبر نهر الاردن، لانه هيشق نهر الاردن لو تفتكروا. يشوع اخد الشعب وعدى بيهم نهر الاردن ودخل ارض فلسطين تاني. يبقى سفر التكوين نازلين من فوق لغايه الشرقيه. سفر الخروج هيخرجوا من الشرقيه، يعدوا البحر الاحمر، يخشوا على سينا. سفر الخروج يخلص هنا عند جبل حوريب. يطلع بعد كده من جبل حوريب نكمل بقيه القصه اللي مليانه احداث كتيره زي الحياه النحاسيه وغيره. يكملوا فوق ويلفوا شويه ويكملوا لغايه الجبل اللي فوق دوا، ويطلع موسى فوق الجبل يشوف ارض الموعد بس ما يدخلهاش. فبعد ما يخلص سفر الاسفار موسى، يجي بقى يشوع يقود الشعب ويدخلهم عبر نهر الاردن. اتفقنا؟ المعلومه اللي جايه. يا ترى الرحله دي قعدت قد ايه؟ قعدت 40 سنه. سفر الخروج بيحكي منها قد ايه؟ سنتين بس. ركز في المعلومه دي. يعني سفر الخروج بيحكي قصه شعب بني اسرائيل من اول ما كانوا في ارض الشرقيه لحد ما جم عند جبل حوريب، الحيط الخط الاحمر ده. سفر الخروج مدته قد ايه؟ هم سنتين بس. طب وبعد كده 38 سنه سفر العدد. ايه ده؟ يعني سفر العدد هو بيحكي قصه موسى اكتر تقريبا وقتا وموضوعا واحداثا. المعلومة عندنا معكوسة، احنا بنتهيألنا دايما سفر الخروج هو بتاع موسى. لا، سفر العدد على فكرة بيحكي أحداث يمكن تكون أكتر على الأقل زمنا من سفر الخروج. سفر العدد واخد من أول هنا
لحد فوق 38 سنة هيقعدوا يلفوا فيها حوالين الجبل اللي فوق ده، هيقعدوا يلفوا هنا 38 سنة لدرجة ما ربنا يظهر لهم ويقول لموسى قل لهم كفاكم قعودا في هذا الجبل يا بني إسرائيل، كفاية بقى تلفوا في الحتة دي، أخدكم دخلكم خلاص. إيه حكاية كفاكم قعودا دي؟ ممكن تفكركم كلمة 38 سنة مع واحد كان بقاله 38 سنة وقال له كفاية عليك كده قوم، فاكرين المقعد؟ أهي نفس الكلام، زي ما 38 بتوع موسى ربنا قال لهم لغاية هنا كفاكم قعودا، راح على المقعد وقال له كفاك قعودا رخر بعد 38 سنة، وهنا هيشفي بالمية وهنا هيشفي بالمية، بس لما نوصل للحاجات دي ونشوفها. في الخريطة اللي قدامنا كمان مش بس الخطوط الحمراء تهمني، تعالوا نبص على المثلثات الزرقاء. في هنا سلسلة جبال كده بتاعت البحر الأحمر اسمها منطقة بعل صفون، أو ليها اسم تاني فم الحيروس، مش مهم، مهم سلسلة جبال البحر الأحمر دي الحتة اللي هيتزنق فيها الشعب بني إسرائيل وهم طالعين من الشرقية، هيجوا في الحتة دي. ففرعون لما نيجي نقراها هيقول بس كده بقوا في مصيدة، الجبال من هنا والبحر من هنا وما يقدروش ينزلوا أكتر لأن في جبال تاني وفي توهان، بقى جبال البحر الأحمر صعبة وما فيهاش عيش، ما حدش عارف يعيش، فهم كده اتزنقوا. فرح جاري وراهم زنقهم ما بين الجبال وما بين البحر. دي أول مجموعة جبال اسمها سلسلة جبال البحر الأحمر، المجموعة الأولانية اللي بينهم فوق خالص اسمهم منطقة بعل صفون أو فم الحيروس، دي أول مجموعة جبال اللي زنقها عندهم فرعون. الجبل رقم اتنين المهم جبل حوريب اللي هنا جوه عمق سينا، والجبل ده اللي حصل فيه الأحداث المهمة لدرجة ان بقى اسمه جبل الله، ده المكان اللي ظهر فيه ربنا لموسى أول مرة في العليقة وقال له هتلف تلف وتيجي تقابلني هنا تاني، وفعلا لف لف لمدة سنتين لحد ما راح قابل ربنا هناك وربنا اداله لوحي الشريعة، عشان كده بقى اسمه جبل موسى، جبل سانت كاترين، جبل موسى، جبل العليقة، جبل الله، جبل الشريعة، جبل حوريب. الجبل اللي بعد كده موجود في سفر العدد، هيطلعوا من هنا ويقعدوا يلفوا حوالين الجبل اللي ربنا قال لهم كفاكم قعودا عنده ده، دي منطقة جبال فيها جبل اسمه جبل سعير وفيها جبل تاني اسمه جبل أهور، منطقة جبال هناك رخر، فضلوا يلفوا حول دي منطقة يعني محطة مهمة قعدوا فيها مدة طويلة قوي، معظم ال 38 سنة قضوهم حوالين الجبل ده. بعد كده آخر سنة هياخدهم موسى ويطلعوا فوق عند جبل اسمه جبل نبو، لحد النهاردة موجود في الأردن، ده الجبل اللي طلع فيه موسى ومنزلش وربنا قصد انه يخفي جسده علشان شعب بني اسرائيل ما يعبدهوش، ده اللي طلع فوقيه وشاف ارض الموعد بس ما دخلهاش، دخلها امتى بقى؟ في التجلي، يعني ربنا قال له مش هتشوفها دلوقتي بس هدخلها لك برضه، ودخله في مجده بقى على جبل التجلي في العهد الجديد. الاربع محطات دول بقى، لا معلش تاني، الاربع جبال دول لو الصورة دي برضو انطبعت في ذهننا مش بس هنعرف ان ده سفر التكوين وده سفر الخروج وده سفر العدد، لا اللاويين والتثنية رخرين موجودين هنا، بالرغم ان سفر اللاويين وسفر التثنية عبارة عن وعظات، لكن اتقالوا امتى؟ لو كان سفر التكوين اهو سفر الخروج اهو عند جبل حوريب اتكتب سفر اللاويين، وبعدين نطلع سفر العدد وعند جبل نبو اتكتب سفر التثنية، يبقى تكوين خروج لويين عدد تثنية. سفر التكوين نزول شعب بني إسرائيل ولاد يعقوب لحد ما دخلوا مصر قعدوا في أرض جسان اللي هي الشرقية، سفر الخروج خرجوا من الشرقية عبروا البحر الأحمر لحد ما وصلوا جبل سينا، عند جبل ده اسمه سفر الخروج، عند جبل سينا اتكتب سفر اللويين، ما هو ترتيب الأصفار كده تكوين خروج لويين، وبعدين لما اتحركوا من جبل حوريب وطلعوا لغاية فوق ده سفر العدد، قعدوا 38 سنة فيها دي لغاية ما موسى جه عند جبل نبو اللي هيطلع ومش هينزل منه ده، كتب هناك بقى لآخر مرة بيوعز الناس قال لهم بصوا هلخص لكم كل اللي فات للمرة التانية عشان مش هتشوفوني تاني، فكتب سفر اسمه التثنية، يعني هعيد عليكم الكلام مرة أخيرة مرة تانية، اتكتب فين؟ عند الجبل الرابع اللي فوق ده. يبقى الجبال الأولانية بعل صفون ابتدى من عندها الرحلة، وصلنا لجبل حوريب، جبل سعير أو أهور، ثم جبل نبو.
لو قلنا احنا حفظنا المعالم الرئيسية، البحر المتوسط، النهر، بحر الأحمر، البحر نهر الأردن والبحر الميت، أوكي؟ عايزين نقسم الأصفار بقى. سفر التكوين نازلين من عند فلسطين داخلين على مصر، فين؟ عند أرض جسان اللي هي فين؟ الشرقية. جالهم الأمر بالخروج، يبقى سفر الخروج، خرجوا من أرض جسان، عبروا البحر الأحمر، دخلوا جوه سينا، فضلوا ماشيين لغاية جبل حريب تحت. عند جبل حريب خدنا بقى الوصايا العشر والشرائع وقصة سفر التكوين كله، سفر اللاويين كله، كله اتكتب عند جبل حريب. هيكملوا الرحلة، فيطلعوا من جبل حريب، يطلعوا لغاية جبل نبو فوق، هتاخد 38 سنة، ده سفر العدد. وصلوا لنبو فوق، موسى هيشوف الأرض بس مش هيدخل، فطالما مش هيشوف الشعب تاني كتب لهم سفر التثنية، ديوتروموني يسموها، تاني مرة يكتب الكلام، هي تلخيص للي فات، الشرائع والوصايا اللي اتقالت في قبل كده راح عيدها لهم تاني في سفر التثنية. وسفر التثنية كان سفر مقدس جدا عند اليهود، لأن فيه الخلاصة اللي كتبها موسى قبل ما يموت على طول. عارفين زي رسالة تيموساوس الثانية كده، يوم خميس العهد، الحاجات الوداعية مهمة وفي نفس الوقت فيها الملخص. فيقول لك اليهودي التقي كان حافظ سفر التثنية، لدرجة أن السيد المسيح في التجربة على الجبل التلت مرات يجربوا الشيطان، التلت ردود بتوع السيد المسيح كلهم من سفر التثنية، لأن كان اليهودي التقي حافظ سفر التثنية. زي ما حضراتكم حافظين مثلا الصلوات بتاعة الأناجيل الأجبية مثلا، خلاص اتحفظت من كتر ما بتتقال في الصلوات، فهم حافظين سفر التثنية. دي العشر أماكن الرئيسية اللي هنعدي بيها في سفر الخروج وسفر العدد. الأربع الصورة دي فيها الأماكن الرئيسية اللي موجودة في سفر الخروج وسفر العدد، يعني المحطات اللي عدى بيها شعب بني إسرائيل. في حتة اسمها فم الحيروس أو بعل صفون، اللي هي الجبال إياها اللي قلنا عليها دي. بعد كده تلاقوا رقم 2 مكتوب عليها مارة، هناك كانت المية مرة، وحتة اسمها إليم بعد كده لقوا فيها مية حلوة. الحتة دي كلها اسمها برية شور. هتقولي بقى هنوجع دماغنا بالكلام، أنا مش الورقة دي تخلوها معاكم ما تحفظوهاش، دي بالذات اللي قبل كده ياريت تحفظوه لأنه مش صعب، مش صعب إن شاء الله، لكن دي مش لازم نحفظها، هي صعبة فعلا. دول العشر محطات الرئيسية اللي قبلهم شعب بني إسرائيل، بس ساعات بيذكروا باسمين، يعني يقول لك ثم ذهبوا إلى برية شور، كمان شوية يقول لك وفي إليم حصل كذا. ما هي إليم دي عبارة عن مكان جوه برية شور، فاهمين الفكرة؟ فتبقى أنت مش عارف هو إحنا شور ولا إليم. لا، شور دي البرية، والمدينة اللي في النص اللي قبله في أول منطقة أو النقطة اسمها إليم. ففي حتة اسمها برية شور جواها مرة وإليم، في حتة اسمها برية سين جواها حتة اسمها سين ورافيديم، في حتة اسمها برية سينا. لما نقول برية سينا مش مقصود بها شبه جزيرة سيناء، برية سينا مقصود بها المنطقة اللي عند جبل حريب بس. أصل بعد ما نفضل نمشي في سفر الخروج لك ثم دخلوا برية سيناء، يا سلام، وما احنا كنا بنعمل ايه قبل كده؟ لا، اللي قبل كده كانت اسمها برية شور او برية سين. عند جبل حريب دي المنطقة اللي اسمها برية سينا، لان زمان الاسماء غير دلوقتي. لغاية هنا خلص سفر الخروج. طب سفر العدد هنطلع فوق نلاقي حتة اسمها تبعيرة، قبروتها التقوى، حضيروت، قادش برنيع، الحتة دي كلها اسمها برية فاران. لفوا حوالين الجبل إياه ده، الحتة دي اسمها برية صين بالصاد، الأولانية كانت برية سين، لتحت دي برية سين اللي هتبقى فيها المن والسلوى بالسين، اللي فوق دي برية صين اللي هما 38 سنة هيقعدوا يلفوا حوالين الجبل. بعد كده عدى شبه 37 سنة أو 38 سنة قربوا يخلصوا، ربنا هيدخلهم أرض الموعد في تقريبا سنة واحدة. هيحاربوا، هيقابلوا ناس اسمهم الأدوميين، ثم المؤابيين، ثم العمونيين، ثم الأموريين، ثم العمونيين، ثم باشان، ثم حتة اسمها عربات مؤاب. دول لو افتكرتم بقى مين مؤاب ومين أدوم ومين هي دي الحتة بتاعت السلايد اللي قبليها بقى، علشان نعرف أماكنهم هنا فين. المديانيين كانوا عايشين هنا. مديان، طب افتكروا كده مديان ده اللي هو كان مين؟ بتاع ماشي حما موسى، بس من اللي انا قلته كان ايه؟ وابن ابراهيم من قطورة، ده مديان.
طب والأدوميين اللي فوقيهم كانوا صحاب قوي دول، دول لاد عيسو، دول عملوا رباطية. يعني لما هتقروا هتلاقوا المديانيين والأدوميين اتفقوا ضد بني شعب بني إسرائيل. طار قديم بقى، ومين اللي اتحالف معهم كمان؟ مؤابيين. دي الشلة كلها تلمت بقى. مين مؤاب؟ طعلوت. وفوقيهم العموني الأموريين، سيبكم الأموريين، اللي فوقيهم كأكتر عمون. مين عمون؟ هو بتاع لوط برضو، باشان سيبكم منه. بعد كده عربات مؤاب أو مجموعة المؤابيين برضو. يبقى هيعدوا من رقم واحد لرقم ستة في سنتين. عند نهاية السنتين هيكتب سفر اللويين، وهياخدوا من رقم ستة لغاية عشرة في 38 سنة. ثم من رقم عشرة هيقعدوا يحاربوا كل البلاد دي لحد ما يوصلوا للجبل اللي فوق خالص ده اللي اسمه جبل نبو ده، وهناك هيتكتب سفر التثنية، ويستلم يشوع قيادة شعب بني إسرائيل ويعد بيهم نهر الأردن. عايز أقول لكم كلمة واحدة، سفر الخروج متقسم، هو في حد ذاته بقى متقسم حكايات كبيرة أو محطات كبيرة. الصح الأول بيحكي الأربعين سنة الأولين بتوع موسى، ثم الأربعين سنة التانيين بتوع موسى لغاية ما يقابل فرعون، فين؟ عند الإصحاح العاشر كده. وبعد ما يقابل موسى يطلع في البرية اللي هما السنتين اللي اتفقنا عليهم دول، واخده من الإصحاح العاشر لتقريبا الإصحاح العشرين. عند الإصحاح العشرين الوصايا العشرة عند جبل حوريب، وخلصت القصة كده. ومال من عشرين للآخر إيه؟ لا، كلام عن خيمة الاجتماع وغيره، هيتقال تفصيليا، تقال حتة في الخروج وهيتكمل في اللاويين. تاني الإصحاح الأول بداية قصة موسى، الإصحاح العاشر وأراوند الإصحاح العاشر يعني الضربات العشر، الإصحاح العشرين الوصايا العشر، وبعد ما يخلص وصايا العشرة تبتدي بقى مواصفات خيمة الاجتماع لغاية آخر السفر. إيه حكاية الأربعين دول؟ قصة موسى عبارة عن ثلاث كلام السهل بقى من أول هنا يا جماعة. قصة موسى عبارة عن ثلاثة أربعين. الأربعين سنة الأولى قعدهم أول خمس ست سنين أمه كانت بترضعه غالبا في بيتها أو عند بنت فرعون، وكانت بتروح لها وترجع، بس اللي مكتوب إن هو في بيتها. قعد عندها السنتين الأولين طبعا، ممكن تكون قعدت تربيه كمان سنة لغاية أربع خمس سنين. بعد كده سلمته لبنت فرعون زي صبي كده، خدته بنت فرعون وكبرته وعيشته في القصر عندها أربعين سنة. عند سن الأربعين هينزل يفتقد شعبه، فيلاقي واحد مصري بإيه؟ بيهين واحد يهودي، تاخده الحمية، يقوم زعق للمصري، المصري ما يسمعش الإيه، راح مديله بالخبطة، رجل وقع مات. موسى يبدو أنه كان عنيف وقوي، بنيته قوية، اللي هيتقال عليه بعد كده أنه كان حليما جدا. هنشوف التغير ده هيحصل إزاي. يقع الرجل يطب يموت، موسى يقول تاني يوم ينزل يلاقي الموضوع اتعرف، واحد بيقول له هو انت هتموتني زي المصري بتاع امبارح، يوم واخد بعضه وراح رايح على سينا، وقابل هناك ناس المديانيين. اكبر واحد فيهم اسمه كاهن مديان، كلمه كاهن مش لازم يكون كاهن، لكن ممكن يكون ملك زي ملكي صادق، كان ملك اورشليم وفي نفس الوقت كاهن الله العلي، فكلمه كاهن مديان ممكن يكون الكبير بتاع المنطقه دي. موسى عمل حركة شهامة مع بنته في سقي الغنمات والجمال بتاعتها وغيره، الراجل خده وشغله عنده، وشوية شوية اتجوز بنته اللي هي صفورة، وعاش موسى عند مديان أربعين سنة تانيين. أوكي؟ آخر الأربعين سنة دول ربنا ظهر له على العليقة، في العليقة، وقال له تروح تطلع شعبي. قعد طلع شعب ربنا في سنتين في سفر الخروج، و38 سنة في سفر العدد، يبقى دي الأربعين التالتة قضاهم موسى أثناء خروج شعب بني إسرائيل في البرية. يبقى 43، الأربعين الأولانية في قصر فرعون تقريبا في معادة أول أربع خمس سنين في بيته هو بيت مامته، الأربعين التانية قضاهم هربان عند كاهن مديان، الأربعين التالتة خروج شعب بني إسرائيل في سيناء لغاية وصلهم لجبل نبو في الأردن. اتفقنا؟ طيب نبدأ القصة سفر خروج الإصحاح الأول. اتفقنا شعب بني إسرائيل في سفر التكوين
قعدوا في فلسطين اللي هي كنعان، ثم خرجوا منها أيام المجاعة وراحوا ليوسف أخوهم في أرض مصر. ويوسف طبعا يعتبر عمل جميل في مصر وفي العالم كله، لكن بعد ما يوسف مات جه حاكم تاني ثم تالت ثم عاشر، لحد ما في خلال 430 سنة تقريبا قعدوهم في مصر. أخيرا جه حاكم ما عرفش موسى ده، ما عرفش يوسف ده مين، اتنسى بقى من 400 سنة. يعني حد لو سألت حضراتكم دلوقتي مين عارف الوالي العثماني مثلا اللي كان سنة 1500، ده فات عليه 500 سنة طبعا ما نعرفوش يعني. فكان خلاص اتنسى يوسف. فجه فرعون الجديد واكتشف ان شعب بني اسرائيل اللي موجود في ارض مصر اللي كانوا ساعتها اسمهم بني اسرائيل او العبرانيين، لسه ما اسمهمش يهود، كلمة يهود دي بعد رجوعهم من السبي، ده لسه بدري، لكن لغاية دلوقتي اسمهم بني اسرائيل يعني ولاد يعقوب، لان اسرائيل هو يعقوب، او العبرانيين لان جد ابراهيم واحد من جدود شعب بني اسرائيل اسمه عابر، عابر فالج رع وسروج نحور تارح ابراهيم، يبقى جد ابراهيم السابع كان اسمه عابر، فبقى اسمهم العبرانيين او اسمهم بني يعقوب او بني اسرائيل. فضلوا عايشين في مصر 430 سنة، وجه الفرعون ده مع قال الناس دي مين؟ قالوا دول ناس عبيد موجودين هنا من 400 سنة. قال بس عددهم كبير قوي، دول عددهم تقريبا بقى اكتر مننا المصريين، هتلاقي عدد اليهود ربنا بارك فيه لدرجة انه بقى كبير جدا. فالراجل قلق، قال دول ممكن لو تكتلوا يعملوا ثورة ياخدوا مننا الحكم، انا لازم اقلل عددهم شوية. فابتدى يطلع امر ورا التاني. الامر الاولاني قال نزود عليهم الصخرة يمكن يموتوا لوحدهم، ماتوش لوحدهم، راح باعت للناس وقال لهم ما زودوش الصخرة زي ليه، زودوا قوي، زود قوي عشان يلهيهم عن ان هم يعيشوا حياة مرفهة ويعملوا ثورة ولا حاجة، لهاهم في الشغل يمكن يموتوا حتى، مفيش بقوا بيزيدوا اكتر. فراح عامل حركة خبيثة، راح جايب الدايات اللي بتولد الستات بتوع اليهود وقال لهم لو جيتوا تولدوا واحدة عبرانية ولقيتوها جابت ولد، إذا لقيتوها جابت بنت عدوها، لقيتوها جابت واد فطسوه موتوه. حاجة صعبة، أصل ساعات حد يقول هو ليه ربنا حكم على فرعون، شوفوا العمايل. الستتين كانوا بيتقوا الله، فراحوا عملوا مكيدة كده وإيه، راحوا قالوا للراجل ما عرفناش نموتهم، ليه ما موتهمش؟ قالوا عشان الستات العبرانيات أقوية، مجرد ما بنروح لهم ليهم ولدوا خلاص ما بيستنوناش، هما بيكذبوا. لكن ربنا من أجل ما خفتهم لربنا بارك لهم، صحيح هم غلطوا دي على جنب، لكن ما خفتهم خلت ربنا يعجبها، يعجبوا العملة اللي هي عملوها دي. برضو الراجل فرعون حس ان القصة ما جابتش اللي هو عايزه، راح عامل الخطة رقم كان بقى 4، يعني هو عمل صخرة، زود الصخرة، عمل موضوع الديتين، ثم اخيرا اطلق امر ان اي واحد يلاقي جاره اليهودي يجيب واد ياخده يرميه في النيل. قوم المصريين على اليهود وحكم بالاعدام على كل ولاد اليهود، عشان بعد كده حد يقول هو الراجل ده يعني ليه ربنا قص قلبه، ربنا ما قصاش قلبه، هو سابه لقصاوة قلبه اللي موجودة أساسا. وبعدين أطلق أمر للمصريين موتوا الناس دول، بقوا المصريين ياخدوا الولاد من عند العبرانيين يرميهم في النيل يموتوهم. برضو حد يجي يقول ليه المصريين طلهم أذى أثناء ضربات العشر، ما كانش ليهم ذنب، ده فرعون ليه ذنب، لا المصريين كانوا بيموتوا ولاد اليهود، والضربات ما كانتش على قدر آخر ضربة اللي فيها الأبكار صحيح، لكن قبل كده كانت ضربات كلها من أجل الاتعاظ، عشان بس يعرفوا أن في الضفادع والبعوض والحاجات دي عشان يتعظوا، لكن المصريين كان ليهم دور للأسف. في الوقت ده بقى اتولد موسى، فتعالوا نقرأ كده، بس بقى هقرأ بسرعة قوي، يلا. يقول في الإصحاح الأول والآية رقم 1، وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر مع يعقوب، جاء كل إنسان وبيته، رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير
وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفس. يعني الناس اللي جم يعيشوا في مصر يعقوب وولاده اللي 11، وكمان هم كانوا متجوزين وجايبين عيال وممكن يكونوا بقوا جدود وعندهم أحفاد، فكل الناس دول ما كانوش 12، اللي على بعض كانوا 70. ولكن يوسف كان في مصر، ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم. يعني ربنا بارك في الثمرة دي قوي. خلوا بالكم ده تحقيق للوعد اللي كان ربنا قاله لمين قبل كده؟ قاله لإبراهيم. الكلمة بتاعت اسمروا واكسروا دي ربنا قالها 4 مرات، قالها لآدم، قالها لنوح كبداية جديدة، قالها لإبراهيم كبداية جديدة، ثم قالها على الشعب بني إسرائيل في مصر كالبداية الجديدة رقم 4. يعني مع كل بداية جديدة ربنا بيثمر في الشعب. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا. يعني تعداد المصريين مثلا ساعتها كانوا 1,000,000، شعب بني إسرائيل اللي هيخرج من أرض مصر كانوا 2,000,000، 600,000 راجل بعائلتهم، يعني يوصلوا 2,000,000. الشعب بني إسرائيل ابتدى يمثل قلق سياسي. هلما نحتال، يعني نعمل حيلة لهم لألا ينمو، فيكون إذا حدث حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقال. دي أول خطوة. فبنوا لفرعون 2 مخازن في ثوم ورعمسيس، قلت لكم عليها الآية الجاية جميلة جدا. ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. الآية دي فضلت من أيام الخروج لحد كنيستنا دلوقتي. كل ما يبقى فيه شهداء كل ما الكنيسة تزيد، كل ما يبقى فيه تسخير أو عبودية أو إذلال كل ما المسيحيين عددهم يزيد والكنيسة تزدهر. زي ما المسيحية ابتدت بموت المسيح، الكنيسة بتكمل بموت الشهداء وبتعب القديسين. التعب والموت والاستشهاد يطلعوا كنيسة، الراحة والرفاهية الدلع يجيب خطية. هي دي السنة، لأن ربنا وعد آدم من ساعة ما طلع من أرض من الجنة بالتعب، هتتعب أنت ومراتك وشك وحسد هينبت لك، يبقى في تعب في الأرض. علشان كده الكنيسة كل ما نقابل فيها ضيقة نعرف أن بعدها جاي انفراج. كانت 6 دميانة تستشهد يؤمن على حسها 4,000 واحد، مريرجس يستشهد 5,000 واحد. حسبما أذلوهم هكذا نموا. فاختشوا من بني إسرائيل، يعني حسوا أن في حاجة غريبة، في قوة معاهم. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف. الأمر جالهم المرة دي، لا ده مش بقى استعباد عادي، لازم استعباد عنيف. ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا. ممكن واحد يقول ليه يا رب كده؟ يعني دول ولادك وهم اللي بيتقوا الله في العالم دلوقتي، يوم المصريين يتعبوهم كده؟ ما احنا قلنا حسبما أذلوهم هكذا نموا، لأن من تألم بالجسد كف عن الخطية. انتوا عارفين امتى شعب بني إسرائيل وقع في عبادة الأصنام والإباحية والزنا وغيره؟ ساعة ما خرجوا من شعب من أرض مصر وراحوا عند جبل حريب وجالهم المن والسلوى والأكل والمية، عملوا عجل عبدوه. قبل كده هم عايشين وسط شعب بني وسط شعب المصريين، عمرهم ما فكروا يعبدوا لعجل اللي هو كان اسمه ابيس باين، ولا عمرهم اتعلموا منهم الكلام ده. ليه؟ مضغوطين، حاسين بربنا، بيصرخوا لربنا كل يوم. للاسف احنا كده، او انا كده. حتى على فكره الاجبيه تقولها، نقول لربنا ايه في الاجبيه؟ نقول له: وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية. لما بتدلع بعبد العجل. بالمسامير التي سمرت بها، لا أفتكرك. ف
فربنا لما كان في ضيقه في مصر قعدوا 400 سنه يعبدوا ربنا، لما يريحوا هيبوظوا. وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيين، يعني الديتين اللتين اسم احداهما شفره واسم الاخرى فوعه. شوفوا الكتاب يعني ذكر لهم الجميل اللي هم عملوه، فذكرهم باسمائهم. وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرنهن على الكراسي، الكراسي دي كانت الطريقه بتاعه الولاده، انا لسه جاي من الاقصر واسوان، كرسي الولاده ده منقوش الرسمه بتاعته على الجدار المتاحف المعابد، انا اسف، معبد الكرنك ومعبد فيلة والحاجات دي، ورونا رسمة الكرسي بتاع الولادة، لأن اكتشفوا أن الوضع الجلوس على كرسي عند الفراعنة لقوه أحسن في الولادة وغيره. فمكتوبة لما تروحوا لهم عشان تولدوهم، إن كان ابنا فاقتلاه وإن كان بنتا فتحيا. وكان بياخد البنات يجوزها للمصريات، يجوزهم للمصريين، فضمن كده أن البنات هيتجوزوا المصريين، وطبعا هيبقى فيها مش هتبقى الزوجة رقم واحد ولا الزوجة المحببة، والولاد نموتهم كده الشعب هيدوب، يبقى اليهود دول هيدوبوا. فهمتوا بالفكرة الخبيثة؟ ولكن القبلتين خافت الله. غريبة قوية، مين الله بالنسبة لهم؟ لا، الله في ضمير، في ضمير إنساني طبيعي، والمصريين كانوا متدينين صحيح، بيعبدوا آلهة عجيبة، لكن في حاجة اسمها خوف الله. ولم تفعل كما كلمهما ملك مصر، بل استحيا الأولاد. فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما: لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد؟ فقالت القابلتان لفرعون: إن النساء العبرانيات لسنا كالمصريات، فإنهن قويات، يلتنا قبل أن تأتينا القابلة. بيكونوا ولده خلاص. فأحسن الله إلى القابلتين، طبعا مش عشان الكذبة، لكن علشان إنهم خفتا الله. ونمى الشعب وكثر جدا، وكان إذ خافت القبلتان الله أنه صنع لهما بيوتا. يعني واضح أنهما كان الناس هناك فقرة، فربنا خلاهم يبقى ليهم بيت عز يعني. وكلمة بيت معناها أنهما اتجوزوا وجابوا عيال، بيت أسرة يعني، ربنا عمل لهم أسر. ثم أمر فرعون جميع شعبه، هي دي بقى الحتة الصعبة، قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها. ده أمر مين؟ أمر شعبه، يعني أمر المصريين، وقال لهم لما تلاقوا جارك جارتك جابت ولد ارميه في النهر، ده بأمر مني، بأمر من فرعون، يقدروا يموتوا أي ولد مولود عند العبرانيات. الصح التاني ناخد منه جزء. وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي. بيه بيت لاوي ده؟ سبط لاوي، سبط لاوي اللي منه الكهنة، واحد من سبط لاوي هيجوز واحدة من سبط لاوي. فحبلت المرأة وولدت ابنا. مين المرأة؟ كانت اسمها يوكابد، يوكابد دي أم موسى، أم موسى، وأبو موسى اسمه عمرام، عمرام. يبقى أبو موسى عمرام اتجوز واحدة من نفس بيت لاوي، من نفس السبط بتاعه، هي كانت اسمها يوكابد. ولما رأت أنه حسنا خبأته 3 شهور. طبعا ده ابنها، هي شايفاه أكيد حسن، مش معناه هو كان عشان شكله جميل يعني خبته، هو ده ابنها فشايفاه حلو طبعا، ولد صغير لسه مولود. ربته عندها 3 شهور، ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له إيه، لم ما كانش ينفع تخبيه أكتر من 3 شهور. ليه؟ لأن 3 شهور بتكتم حسه ومش باين للجيران إن هي عندها ولد، لكن بعد 3 شهور هيتحرك وهيصوت وهيوقوق وما عرفتش تتحكم اكتر من كده، فعرفت ان الجيران هيبتدوا يسمعوا صوته هياخدوه يرموه في النهر، فلازم تتصرف بعد 3 شهور دول. فعملت ايه الست دي؟ كانت مذاكره عهد قديم، هي كانت ست قديسه، يوكابد دي الكنيسه بتكرمها ان هي ربت واحد لمده 5 سنين بس، ترضعه وتربيه كده طلعته قديس. فالست دي كانت مذاكرة عهد قديم ومذاكرة فلك نوح، يظهر فلك نوح اللي اتدهن بالقار عشان ما يغطس ويعوم وبتاع، فجابت نفس الموضوع، أخذت له صفة من البردي وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر. احنا في بالنا انها رميته في النهر، لا، هي صعب عليها تعمل كده برضه، هي حطته بين نبات الحلفة على حافة النهر، هو النهر هياخده كمان شوية بس هي مش قادرة تشوف المنظر ده،
هي حطته بين الحلفة وراحت تصلي، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. هي ما عرفتش تشوف المنظر. الأباء يتأملوا في حتة دي يقولوا كده، يقولوا ما هي ما استحملتش، لكن جابت أخته. أخته كان عندها حوالي مثلا 12 سنة ولا 13-14 سنة، وتلاها رأبي أنت من بعيد أنا هروح أصلي، وراحت تصلي لربنا عشان يتصرف في الولد ده ما يموتش. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر. طبعا دي مش صدفة، يعني الحتة بالذات اللي تحط فيها السبت وهتعوم تتعوم في المية، هي نفس الحتة اللي تيجي بنت فرعون مع شوية بنات يستحموا هناك. فرأت الصفت بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته، الأمة بتاعتها، ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، ما لتش جميل ولا حسن لأن أمه شافته حسن. فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. عرفت منين؟ عشان مرمي في النهر. ما هو العيال اللي بترموا في النهر هي متعودة بتشوف كل يوم عيال مرمية في النهر كده، بيكونوا أولاد بس بيكونوا فطسوا خلاص، بيكون واحد مصري لقى ود مولود عند العبرانيين يوم واخده رمي في المي. المرة دي لقاته برضو فأكيد عبراني، بس لقاته المرة دي جوه إيه؟ جوه سبت. فقالت أخته، طبعا بصوا هيتقال إيه، وإذا هو صبي يبكي يعني كان بيعيط. فرقت له وقالت هذا، فقالت أخته. إيه اللي جاب أخته؟ غالبا أخته مش فاهمة اللي بيحصل، هي صغيرة قوي إنها تدرك كل الأحداث، بس سمعت أخوها بيعيط. أخوها بيعيط، هي عارفة لما بيعيط يبقى محتاج إيه؟ محتاج ماما ترضع، وده هي متبرمجة كده. فهي بتلقائية وبساطة راحت على ست أجيب لك حد يرضعه. هي صعبان عليها الواد، هي ما عملتش خطة في دماغها، هي ساعة احنا يحسس ان هي بقى زبطاها علشان لا، هي بمنتهى التلقائية غالبا راحت لقيت اخوها بيعيط، فراحت للست قالت لها انا اجيب لك حد يأكله. طيب ادعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد. فقالت له لها ابنة فرعون اذهبي. ربنا طبعا ادها نعمة في عينيها. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته. يعني الولد اللي كان من دقايق هيموت دلوقتي هي هتربيه وترضعه في بيتها وبأمر من فرعون عشان محدش يتعرض له وبفلوس. أقول لكم الست دي قد ايه قديسة، وقد ايه كانت فعلا غالبا رايح راحت تصلي، مش قادرة تشوف المنظر بس راحت تصلي. من آية صغيرة قريتها كده، بصوا الآية رقم 4، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا ايه يفعل به. غالبا بصوا الآباء لما الحتة دي يشرحوها يقولوا ايه، غالبا أم موسى اللي هي يوكابد قالت لبنتها كان اسمها مريم بصي على السبت ربنا هيتصرف وانا هروح اصلي، لان لو كان هو مصيره الموت ما كانش تقال ان مريم قاعده مستنيه ايه المعجزه اللي هتحصل. بقى هي مامتها وعدتها قالت لها ربنا مش هيسيبنا يا بنتي، انا عندي ايمان كافي ان ربنا هيتصرف، انا هروح اصلي واصبري شوفي اللي هيحصل بعينيكي، لان هي مش في بالها لا بنت فرعون هتيجي ولا حاجه، لكن عارفه ان ابنها هينقذ. اسم يوكابد مش مذكور هنا، عارفين مذكور فين؟ سفر بقى العدد. فقالت لها ابنة فرعون اذهبي، فذهبت وكذا. فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وانا اعطي اجرتك. فاخذت المرأة الولد وارضعته، ولما كبر الولد جاءت به الى ابنة فرعون فصار لها ابنا، خدته ورضعته وربته وعلمته اصول الايمان. هتقول لي يعني 5-6 سنين ده يفهم ايه؟ لا، لغاية النهاردة العلم التربية الحديث يقول لك الولد بيتكون اول 7 سنين، أول 7 سنين شكليه زي ما تحبي، بعد 7 سنين بقى ليه شخصية، أغلب تكوين شخصيته هيطلع اجتماعي ولا بيحب الناس ولا متعقد من المذاكرة ولا أي حاجة، غالبا بتتكون عند سن لغاية 7 سنين، بعد كده بتفلت الأمور، بيدخل معاكي المجتمع والميديا والأصحاب وأفكاره الشخصية وأي حاجة، لكن لغاية 7 لسه أنت بالنسبة له وأنت بالنسبة له بابا وماما بيستقي منكم كل ما هو غير معروف ويتشكل ضميره. فالحكايات اللي بتتحكي
والتلقين اللي بيتلقى بيفضل فاكره، والألحان اللي حفظتها له. ودعت اسم موسى وقالت إني انتشلته من الماء. إيه حكاية موسى؟ موسى معناها موشيه، ده موشي ده ديان، عارفين موشي؟ موشي يعني منتشل من الماء. كلمة موسى يعني منتشل من الماء، دي مين اللي سميته كده؟ بنت فرعون، لأن هي اللي شلته وحدته من المية. بصوا بقى من الآية اللي فاتت دي للآية اللي جاية 40 سنة، هو دلوقتي موجود في بيت فرعون. وتهذب موسى بكل حكمة المصريين في 40 سنة، عرفناها من العهد الجديد لما بولس قال كده، لكن أو وكمان استفانوس. لكن تعالوا بقى بعد 40 سنة، الآية رقم 11. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم. موسى كان عايش في بيت فرعون، يعني إيه، مرتاح وآخر جمال. لكن لما عرف إن إخواته، عرف منين؟ عرف من أمه. أمه، أنت مش ابن فرعون، أنت مش تبع الناس دول، هتلاقيهم بيعبدوا أصنام ملكش دعوة، إحنا بنعبد الإله الواحد. فاكر الترانيم اللي حفظتها لك؟ تقفل عن نفسك وتدخل جوه وتصلي لربنا، سيبهم يعملوا اللي يعملوه، أي حاجة غير اللي علمتها لك أوعى تقلدهم. فلما كبر وهو عارف إن واحد من ولاد اليهود، عرف إن إخواته اليهود بيتألموا، راح واخد بعضه وما فكرش في راحته في أرضه وانبساطه وانتنعمه في قصر فرعون، لكن قال أنزل أفتقد إخواتي. والحتة دي قديس بولس الرسول في رسالة العبرانيين لصاح 11 يعلق عليها، فيقول في عبرانيين 11:23: بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر. يبقى هم خبوه 3 شهور وعندهم إيمان أن ربنا هيعديها. فمين عايز يقول إيه بولس؟ لأنهما رأي الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. ما خافوش من الملك، قالوا لكن ده ابننا الجميل، ده مش هيموت، ده هيعيش. وبالإيمان، بالإيمان بقى دي الحتة الجديدة، بالإيمان موسى لما كبر أبى، يعني رفض أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. شفتوا الآية بتقول إيه؟ يعني قال لأ، أنا عايش هنا مبسوط، بس الجو اللي حواليا فاسد، وليا أخواتي اليهود بيتألموا، أنا مش عايز أعيش في الجو المريح ده، أنا أفضل أنزل أفتقدهم وأحسن لهم مستواهم، إن شاء الله أعيش معهم في البيوت القش بتاعتهم. دي حلاوة موسى. هو ما كتبش التفاصيل دي عن نفسه، لأن هو اللي كتب السفر، مش هيقعد يقول وأنا كان عندي إيمان وأنا قلت مش ممكن أسيبهم لأن أنا كنت باثق، ما كانش يقول كده. لكن احنا عرفناها من بولس بقى في العهد الجديد. لكن موسى أبى أنه يعيش متنعم وقال أخرج أفتقد إخوتي. فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا، والقصة اللي انتوا عارفينها. نيجي عند الآية رقم 15: فسمع فرعون هذا الأمر. أنهي أمر؟ أنه قتل الرجل المصري، فطلب أن يقتل موسى. ليه؟ ما هو صح، صح وصحيح، ده فرعون اللي مربيه، بس ده قتل. فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. وكان لكاهن مديان 7 بنات، فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غدم أبيهن. فأتى الرعاة وطردوهن. جم شوية رعاة يعني فتونة، هم جابوا المية خلاص ومستعدين يسقوا الجمال، قالوا لهم لا وسع انت جمالنا الأول. فلما أتينا إلى رعوئيل أبيهن، رعوئيل هو ده كاهن مديان. وكلمة رعوئيل على فكرة يعني صديق إيل. هو إيل ده مين؟ ده الله اللي تسمى إيل أيام يعقوب لما عمل بيت إيل. فيقول لك رعوئيل ده اسم كاهن مديان، ومديان ده واحد من نسل إبراهيم، فغالبا كان بيعبد الله مش الأوثان، بس بيعبد الله اللي ما يعرفوش بطريقته، نسبة إلى إبراهيم جده الكبير. وسمى نفسه أو سموه رعوئيل، معناها صديق إيل، يعني صديق الله. يبقى هو غالبا مش كاهن أوثان.
قال بص الحته دي غريبه جدا، فلما اتينا الى رعائيل ابيهن، انا قلت لكم الاول 17، فاتى الرعاه وطردوهن فنهض موسى وانجدهن وسقى غنمهن. يعني برضو الفتوانة فيه شوية، فدخل وراح ايه بس يا واد انت ومشاهم وايه. فلما اتينا الى رعوئيل ابيهن قال ما بلكن اسرعتن في المجيء اليوم. يعين يا ربي، يعني هو متعود ان كل مرة بيملوا المية ويروحوا بدري، بس دايما بيجي رعاه يغلسوا عليهم وياخدوا مكانهم، فبالتالي بيتأخروا على ما يرجعوا له. بس ده بقى الديفولت عادي، يعني هم مش متضايقين، هم ظبطوا نفسهم على كده. فشمعنا النهاردة جيتوا بسرعة؟ فقلنا رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة وأنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم. يعني رجل ذوق. فقال لبناته وأين هو؟ لماذا تركتنا الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل فأعطى موسى صفورة ابنته، فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة. ونقف عند هنا. يبقى موسى هيتجوز مين؟ صفورة بنت كاهن مديان اللي اسمه رعوئيل. وبعد ما اتجوزها جاب ولد. أحلى حاجة بقى البعد الروحي بتاع موسى وشخصية موسى بقى، اللي شارب الإيمان راح مسمي ابنه جرشوم. جرشوم يعني إيه؟ يعني أنا إنسان غريب، أنا غريب، لأنه اتغرب وعاش في الصحراء عند كاهن مديان، وهو في الأصل كان عايش في مصر. فأنا دلوقتي اتغربت وهعيش غريب بقيت حياتي، وارتضى بكده. وموسى نموذج للإنسان الروحي في الحتة دي. يا بخت الإنسان اللي ياخد قرار إن أنا ناوي أعيش غريب. غريب يعني دي مش أرضي، غريب يعني مستني السماء، غريب يعني مختلف عن الناس اللي معايا في الأرض وفي الدنيا. موسى قرر إنه يلخص حياته في كلمة جرشوم. أنا غريب، لما كنت في قصر فرعون كنت غريب، لما جيت أنا أعمل تصرف أطلع أنقذ بيه شعبي عملت تصرف غريب، جيت عند عند بتوع مديان هعيش غريب لغاية ما موت. فقرر أنه غريبا عشته في الدنيا، وهيقعد كده لغاية ما ربنا يدعوه عند العليقة يقول له أنا مش ناوي أنزل ولا أعمل، أنا مبسوط كده، أنا فرحان بالعيشة دي وراضي وعايز أعيش طول عمري على الجبل أرعى الغنم. معظم أو كتير من أنبياء العهد القديم اتحركوا بنفس طريقة موسى. أرمية، أشعية، إيليا، صموئيل، داود، تلاقيهم خدوا بوزيشن وبعد كده هربوا عايزين يقعدوا لوحدهم تاني. زي إيليا لما نزلت نار وحرقت وراح واخد بعضه وراح رايح على، يقولك وذهب إلى المغارة. المغارة يعني المغارة بتاعته، مش ذهب إلى مغارة، ذهب للمغارة بتاعته تاني، عايز يقعد مع ربنا زي مش عايز يوجع دماغ. انا اصلا نازل اعمل ميشن معينه ربنا مكلفني بيها، لكن انا مكاني اقعد مع ربنا في الصحراء، مش عايز تعب، الدنيا متعبه، انا انسان غريب. داود لما اتاخد منه الملك على ايد ابنه ابشالوم عمل ايه داود؟ راح سايب الملك لابشالوم وراح رايح على جبل الزيتون وقال له من هرجع تاني ارجع الغنم ارعى الغنم زي زمان، لدرجة ان واحد منهم قال له طب نجيب لك تابوت العهد يبقى معاك هنا، اصل مش معقول يقعد عند ابشالوم ده مش هيفهم تابوت العهد، هنجيبه لك احسن. قال لهم لا ما تجيبش تابوت، انا يجي لي تابوت العهد، ربنا لو عايز يرجعني ارجع تاني لنا انا لتابوت العهد، لكن تابوت العهد ما يتحركش عشان خاطري، انا راجع ارعى الغنم زي زمان. صموئيل نفس الكلام لما كبر جدا وابتدت الناس تمجده جدا يقول لك فرجع الى منسكه، رجع تاني للحتة المنسك يعني الحتة اللي كان بيمارس فيها النسك. السيد المسيح نفسه في العهد الجديد في يوحنا 6 بعد ما أكل الناس حبوا يعملوه ملك، يقول لك أما هو فذهب إلى جبل الزيتون. الإصحاح اللي وراه على طول، صح اللي وراه تلاقي الفريسين والكتبة اتجمعوا عليه عشان يحكموه، وقول لنا أنت ابن الله ما ينفعش حد يجدف، سابهم يتكلموا. وآخر آية مختوم بها يوحنا 7 أما يسوع فتركهم وذهب إلى جبل الزيتون. يعني ده يعمل اللي يقوله أنا ليا مكاني. في ناس كده عزيز عليها مخدعها، قعدتها مع ربنا، حابة إحساس إن هي غريبة، مش معناه إنها مش متفاعلة، مش معناه إن هي منسحبة، لكن هي مفضلة قوي
النص ساعة بتاعت بالليل دي أو بتاعت الفجر. الكوم كل الكون كله كوم، وعادتي مع ربنا ده كوم تاني. حتى وأنا قاعد وسط الناس أنا برضو غريب، حتى والكلام بيدور وبتناقش وبشتغل وبنتج بس أنا غريب. موسى هيعيش ويرعى غنم ويتشهر والناس تحبه ويجيب بدل العيل اتنين ويتجوز يعني، وهو برضو حس انه غريب، دي مش ارضي ولا ده غنمي ولا الدنيا دي كلها بتاعتي. اذكر في مرة احد رهبان في احد الاديورة اتقال له ان انت هتبقى كاهن في احدى البلاد العربية، وجهم خدوا له صورة وعملوا له باسبور، ومن ساعة ما تعملوا الباسبور ده بيقول لك انا مش عارف اصلي، بيحكي لابونا يعني اللي بيحكي لي مش عارف اصلي. ادخل القداس اقعد اقول يا ترى الواحد لما يروح بقى بلد العرب مين بقى الاسقف اللي هناك، وهناك هنعمل ايه وفي كنيسة، يلاقي القداس طار منه، يرجع القلاية عايز يركز وسط الصلاة يقول له وانا صوروني في الصورة بلبسي القديم ولا حطوا الصورة العلماني، يوم فتح الباسبور طب هما كتبوا العنوان فين، مش عارف يركز حتى في الصلاة. قعد كده اسبوع والتاني مش عارف يركز، يقول لغاية ما بون يا بونا في يوم قداس من الأداديس اللي مش عارف أركز فيها دي سيبته وخلصت القداس، رجعت على القلاية، رحت على المكتب فتحت الدرج طلعت الباسبور طلعت علبة كبريت وطلعت برا القلاية، حفرت حفرة ولعت في الباسبور وردمت عليه ودخلت وأخيرا صليت يا بونا، اخيرا صليت. انا ايه ده اللي هياخدني من، انا عايز اقعد مع ربنا حتى لو كانت حاجه ليها توب التقوى لكن هتفصلني، لا في اولويات. لا انسى اني رحت مره في زياره كده لدير السوريان زمان قوي قبل الميلاد كده، كان هناك لسه ابونا فلتقوس عايش، فرحت زرته وبعد كده زرت احد الرهبان كده ورحت عند راهب تالت غالبا يكون اتنيح معرفش. انا فاكر لما خدني بعد القداس انا وواحد معايا ودخلنا عنده القلاية، فتح باب القلاية لقيتها متمحرة ومفيش اي حاجة ارض، ولقيته بعد فتح الباب طلع يجري على كورنر كده بتاع القلاية اتاري فيه ألم مرمي، جري عليه زي ما يكون لقى تعبان، امسكوا يا اولاد حد ياخد القلم ده هديه، انا مفيش حاجه تخش عندي هنا الحمد لله مفيش اي حاجه، خد القلم. ايه الاوفر ده؟ لا مش اوفر، هو مفيش عايز اي حاجه تعطله للدرجه دي، عايز يقتني اي حاجه للدرجه دي. كل واحد وقامته، مش لازم يبقاش عندنا الم لكن المهم ما يكونش عندنا في قلبنا اقلام من النوع ده، سيبك منه هو مستوى. لكن انا هل انا مازال العالم بالنسبه لي غريب؟ موسى لو عايزين نلخص كل اللي قلناه اللي فات ده هو يتلخص في الكلمتين دول، كان عايز يبقى بتاع الدنيا وياخدها بدراعه، ربنا قاله لا انت غريب، هاخدك اوضبك اعداد خدام غريب غربة 40 سنة، لما تستوي خالص تحس ان الدنيا دي مش بتاعتك ولا كنت تنفع تعمل حاجة تبقى احسن واحد اطلع بيك الشعب بعد كده. ربنا يدينا نعمة وبركة وناخد هذه العبرة بس، أو هذه الكلمة من المحاضرة الأولى كلمة جرشوم، ده تدريبنا لغاية ما نتقابل في المحاضرة الثانية لإلهنا.